تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لموضوع مختلف حبتين. وفد طلاب دبلوم الإدارة والرياضة التابع لفيفا قام بجولة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة للاطلاع على منشآت النادي. الكلام ده بيحصل ضمن البرنامج الخاص بيهم بإتمام الزيارات الميدانية لأهم المنشآت الرياضية، وبطبيعة الحال من أهمها على الإطلاق منشآت النادي الأهلي الرياضية. تعالوا نشوف إيه اللي حصل من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. دي النسخة ال 15 من دبلومة الإدارة الرياضية. إن الفيفا بديه اهتمام كبير للإداريين، فعملت برنامج ده بالاشتراك مع أو بالشراكة مع جامعة نيو شاتل في سويسرا، وبتعمله في جامعات مختلفة في العالم عشان تخدم المنطقة. يعني بتخدم هنا، احنا بنخدم شمال أفريقيا لغاية وسط أفريقيا. وتم وقع الاختيار على جامعة القاهرة، وتم توقيع اتفاق سنة 2007. من وقتها بكل ساعة بنعمل إديشن، يعني نسخة جديدة من دولة الإدارة الرياضية، اللي هي بتستهدف الشريحة الشغالة في مجال الإدارة من القادة ومن المساعدين ليهم. أنا بدرس مادة الاتصال الرياضي في الشهادة الدولية للإدارة الرياضية اللي بتقدمه طبعا جامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ومركز الدراسات الدولية الرياضية في CIS في سويسرا. الحقيقة طبعا الشهادة دي بتتضمن مجموعة من المواد المتعددة اللي بتأهل كل المهتمين في مجال الرياضة أو بيشتغلوا في مجال الرياضة، إن هم بتساعدهم إن هم مش بس بيبقى عندهم المهارات الفنية اللي بتبقى موجودة في الملعب وكده، ولكن أيضا إن هم يقدروا يتقلدوا مناصب إدارية، لأن الرياضة صناعة وبالتالي لازم يعرفوا المواد المتعددة زي الليدرشيب القيادة، زي الفاينانس التمويل، زي الماركتينج تسويق، إدارة الأحداث الرياضية الإيفنت مانجمنت، القانون والمواد المتعددة المختلفة. إحنا البرنامج موجود في أكتر من 17 دولة في مصر، موجود بقاله فوق 15 سنة. السنة دي عندنا 12 جنسية مختلفة، من ضمنها مثلا جنسيات العربية زي سعودي من تونس مغرب، في من الجنسيات الأفريقية مثلا الكونغو كينيا، الجنسيات الأوروبية زي مثلا فرنسا وبلجيكا. من ضمن الهايلايتس بتاعت البرنامج ان احنا مثلا كسبنا السنة اللي فاتت في المسابقة الدولية فوق، يعني جامعة القاهرة طلعت الأولى بين 17 جامعة حوالين العالم. وبنقدم البرنامج 6 محتويات زي التسويق الرياضي، الاتصالات الرياضية. برنامج مهم جدا بالنسبة لكل المشاركين، هم حوالي 120 شخصية رياضية عربية، في رئيس رؤساء أندية، في مدراء مكاتب تنفيذية، في يعني شخصيات في البرايفت بزنس، يعني شخصيات صراحة على مستوى الوطن العربي في الخليج وفي شمال أفريقيا. أنا من ليبيا طبعا وعايش في إسبانيا، فجيت خصيصا لهذا البرنامج طبعا لانه مهم جدا سواء كشهاده او حتى ك يعني محتوى. والله الحقيقه البرنامج فيه مميزات كتير جدا من الناحيه العلميه طبعا، وواحده من المميزات اللي فيه ان في ناس من الشرق الاوسط وافريقيا كتير معنا، ناس من كينيا من الاتحاد الكيني، معنا ناس من البلاد العربيه كلها، السعوديه، الامارات، في حد من قطر، ومن مختلف بقى الباك جراوندز، يعني في ناس اوريدي بتشتغل في الرياضه في انديه وفي اتحادات، في ناس تانية محبه للرياضه وعايزه تدرس في الرياضه. والحقيقه كمان السبيكرز اللي بيجيبوهم كل يوم، احنا عندنا كل يوم حاجه اكاديميه والسبيكرز من المجال، في حد جالنا من الكاف، من الفيفا، من انديه من مصر، وان شاء الله بنكمل البروجرام ونشوف فيه ايه تاني. البرنامج CIS باي فيفا برنامج بيتيح فرص كتير قوي لناس من دول مختلفه كتير قوي، ان احنا نتبادل خبرات كتير قوي في مجال الاداره الرياضيه، وفي ناس كتير من خارج المجال الرياضي بتبقى موجوده عشان تتعلم وتبدا يبقى عندها فرص انها تدخل المجال الرياضي، الاداره الرياضيه، التسويق الرياضي، في سبجكتس ومواضيع كتير قوي موجوده بنتعلمها. البرنامج الحمد لله رب العالمين، يعني احنا توفقنا فيه، توفقنا مع الدكاتره، توفقنا مع انها في جامعه القاهره. انا بحب جامعه القاهره طبعا، طالب في الماجستير في جامعه القاهره، والبرنامج لو اتكلم منه لحد بكره يعني انا اكتسبت منه حاجه كثيره، اللهم لك الحمد. كفايه معرفه الشباب الجروب اللي معانا، هاي بحد ذاتها اكبر شرف واكبر معرفه، من غير الدكاتره ومن غير المحاضرات اللي احنا بناخذها بنستفيد منها، فاللهم لك الحمد.